اللي حصل معنا اللي مش في تدريب اول شيء بيزور من؟ اول شيء بيروح يزور مدير عام بيساله يقول ايش تبغى؟ ايش تحتاج؟ ايش عندك؟ ايش المشكله اللي عندك موجوده؟ سمعتم اليوم مساعد مدير التدريب ايش قال لكم في الكلمه حقكم؟ قال كنا مناقشات انا ومدرب جروب عشان يحدد احنا ايش بنتقال. اول شيء مش التدريب بيزور مدير عام يساله اين المشكله؟ ليش تشتكي؟ ثم يزور مدير مباشر يساله عنه ما تشتكي؟ ثم بعد ذلك يقوم بعمليه زياره لمن؟ زياره عندي الان الشيخ صالح. ايش بيزور عندنا الشيخ صالح؟ بيزور عندنا الشيء التالي عندي الان، بيزور عندنا زياره.